يقول السائل: لي أخ سنه 70 سنة وهو غير قادر على أداء فعل العمرة، فهل يقول لي أخ سنه 70 سنة وهو غير قادر على أداء العمرة، فهل لي أن أعتمر عليه؟ وهذا فيه تفصيل، إن كان عجزه مستمرا ولا يمكن أنه ما يرجى أنه يزول المانع الذي يمنعه من القدوم للعمرة، وهو لم يعتمر من قبل عمرة الإسلام، إنك تعتمر عنه. أما إذا كان يرجى زوال عذره ويرجى إتيانه إلى مكة فلا تعتمر عنه، هو يأتي إذا تيسر له يأتي ويعتمر هو عن نفسه. نعم.